كلية الفقه الحنفي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما نافعا يا أكرم الأكرمين. وبعد فايها الاخوه والاخوات حياكم الله وبياكم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين امين ويكره لاصحاب الاعذار ان يصلوا الظهر يوم الجمعه جماعه في المصر. نعم. الان عندنا مصر وعندنا قرى، المصر تقام فيه صلاه الجمعه. القرى لا تقام فيها صلاه الجمعه. لو صلى اهل القرية صلاة الظهر جماعة لا اشكال في ذلك، لا يحدث فتن ولا يحدث تقليل لجماعة الجمعة. اما في المصر فصلاة الجمعة فرض وذكرنا ضابط المصر وهو ما لو <applause> عفوا ما لو اجتمع اهله البالغون فيه لم يتسع لهم أكبر مساجده فهذا مصر تجب فيه أو تفرض فيه صلاة الجمعة في غير هذا المصر لو صلوا الظهر جماعة لا بأس لكن في المصر إذا صلوا جماعة في المساجد التي لا تصلى فيها الجمعة من هم هؤلاء أصحاب الأعذار اجتمع المرضى والمسافرون في مسجد مسجد لا تقام فيه الجمعة نعم وهذه التسميه يعني اصلا كان يقولون هذا مسجد وهذا جامع، ما معنى جامع؟ يعني تقام فيه الجمعه و العيدين. والمسجد تقام فيه الصلوات الخمس ولا تقام فيه الجمعه. فلو اجتمعوا في مسجد في المصر يكره لهم ذلك. يكره لهم ذلك لان فيه اخلالا بالجمعه فربما يقتدي بهم غيره او غيرهم بمعنى أنتم معذورون ما بين مسافر ومريض وعبد مثلا صليتم جماعة قد يتكاسل بعض الناس ممن تجب عليه الجمعة أن يذهب إلى الجمعة لأن غالبا الجمعة تحتاج إلى قطع مسافة صحيح؟ لأنه مسجد جامع يجتمع فيه قوم كثيرون ليسوا من أهل المنطقة هذه تخيل يعني بغداد كاملة كانت تصلى فيه جمعة يعني أنت تحتاج إلى أن تمشي مسافة حتى قالوا من يعني من الذي تجب عليه الجمعه ما لو خرج من بيته يرجع قبل غروب الشمس خرج يرجع قبل يعني يصلي الظهر ويرجع ان رجع قبل غروب الشمس وجبت عليه الجمعه كم ساعه سيقضي في المشي نعم فربما يتقاعس بعض الناس ممن تلزمه الجمعه عن الذهاب ويتاخر أو يتخلف ويصلي مع هؤلاء المعذورين، فنقول لا تقام جماعة الظهر للمعذورين في المصر بخلاف القرى لأنه لا جمعة عليهم، وقد جرى التوارث في جميع الأمصار والأعصار بغلق المساجد وقت الجمعة مع أنها لا تخلو عن أصحاب الأعذار، ولولا الكراهة لما أغلقوها، إذا ما هو دليل ومستند الكراهه اولا خشيه اضعاف الجماعه الكبرى واقعاد بعض ضعيفي الهمم عن الذهاب هناك والشيء الثاني التوارث يعني توارث علماؤنا ان المساجد التي لا تقام فيها الجمعه كانت تغلق يوم الجمعه وما ذلك الا لكراهه اداء الصلاه فيها نعم قال واذا خرج الامام يوم الجمعه استقبله الناس به جرى التوارث واستمعوا وانصتوا لقوله تعالى فاستمعوا له وانصتوا قالوا نزلت في الخطبه. طيب الان هذا الامام الخطيب امامنا هل المصلون يجلسون مستقبلين له؟ الذي في الذي امام الخطيب لا شك انه سيستقبله لكن الذين هم عن يمينه وعن شماله هل يستقبل الخطيب يوجهون ابدانهم اليه او يستقبلون القبله وينظرون اليه هكذا عندنا قولان قول الاول يستقبلون الامام كما نص عليه هنا صاحب المختار استقبله الناس ما معنى استقبله ان المستمع للخطبه يتوجه بكليته الى الامام فلو كان الامام في هذه الجهه الماموم او المستمع يلتفت اليه بكليته هكذا فتجد الناس هكذا حوله واضح؟ يجلسون بهذه الكيفيه. القول الثاني لا يستقبلون القبله لماذا؟ لان هذا سيحدث اختلالا في تسويه الصف، هم؟ فيجلسون متجهين الى القبله مستقبلين القبله، وعندكم في الهامش تفصيل ذلك قال صاحب التدنيس الرسم في زماننا ان القوم يستقبلون القبلة نعم لأنهم لو استقبلوا الإمامة لخرجوا في تسوية الصفوف بعد فراغه لكثرة الزحام نعم يعني فيها خلاف بعضهم جزم بهذا وبعضهم جزم بهذا وهذا يذكر ما ساد في زمانهم وفي بلادهم طيب استمعوا وأنص... وأنصتوا معروف عندنا يكره تحريما الكلام اثناء الخطبه فاستمعوا له وانصتوا هناك استماع وهناك انصات استماع لما يقال انصات سمع او لم يسمع طيب من كان بعيدا لا يسمع النداء قيل يقرا في نفسه والاصح انه يسكت للامر يعني مثلا في ذلك الزمان لم يكن هناك مكبرات للصوت او لو فرضنا في زماننا لا يوجد مكبر للصوت وانا اصلي في مكان نائعا الخطيب لا اسمع خطبه الجمعه هل اغتنم وقتي بما اني لا اسمع شيئا بقراءه القران او بذكر الله او بالصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام في نفسي يعني لا اجهر هذا قول لكن المعتمد ما هو؟ الأصح أنه يسكت للأمر استمعوا له وأنصتوا نعم عندنا أثناء الخطبة يكره تحريما الكلام في الدنيا والدين أثناء الخطبة أثناء الخطبة الخطيب يخطب يتكلم أما إذا خرج الخطيب واعتلى المنبر وجلس الآن عند الإمام أبي حنيفة كذلك يكره الكلام والصلاة بمجرد خروج الإمام وصعوده على المنبر إلى أن يفرغ من صلاته لا يصلي حتى السنة القبلية للظهر للجمعة يقضيها بعد صلاة الجمعة لا يصليها ولا يصلي من جاء والخطيب يخطب لا يصلي السنه القبليه ولا يصلي تحيه المسجد يجلس لانه ممنوع من الصلاه اذا خرج الامام فلا صلاه ولا ولا كلام فممنوع من الكلام ومن الصلاه منذ ان يخرج على المنبر الى ان يفرغ من صلاه عند الصاحبين فيما سوى الخطبه يعني قبل ان يبدا الخطبه بين الخطبتين بعد أن يفرغ من الخطبة وقبل أن يدخل في الصلاة يجوز الصلاة يجوز الكلام بذكر الله سبحانه وتعالى وما لا بد منه واضح والفتوى على قول الإمام كذلك من الأمور المكروهة عندنا مكروهة تحريما أثناء الخطبة رفع اليدين والتأمين تأمين الحنفية من عاش في بلاد الحنفية الخطيب يخطو يدعو يوم الجمعة ولا يقولون آمين صحيح؟ هكذا في بلادكم؟ ها؟ لا يقولون آمين خلاص هو يخطب ويدعو في نهاية الخطبة ولا يقول أحد آمين ربما يقولون في أنفسهم في قلوبهم لكن هم ممنوعون من الكلام فلا يرفع يديه يكره تحريما عند الحنفية ويكره التامين باللسان جهرا حتى الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام حينما يقول الخطيب آه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يصلي بقلبه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يصلي بقلبه دون الجهر كذلك يعني عند أبي حنيفة سواء كلام الدين أو الدنيا بقى بعد أن يخرج الخطيب على المنبر إلى أن يفرغ من صلاته لا يجوز الكلام لا في الدين ولا في الدنيا يعني لو سبح أو حمد الله أو أمر بالمعروف إذا قال لأخيه والإمام واليخطب أنصت أنصت هو يتكلم يعني يرتكب منكرا إذا قال له أنصت أو قال له هكذا هو كذلك يكون قد لغى وارتكب منكرا فمن هنا قالوا حتى الأمر معروف أنه عن المنكر في مثل هذا لا يجوز وهذا يدل على الكراهة <applause> قال وتكره الصلاة والإمام يخطب إمام يخطب تكره الصلاة والإمام يخطب لأن الواجب الاستماع لقوله صلى الله عليه وسلم إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام نعم المساله السابقه بعض الائمه عندنا قالوا يعني اذا لم يكن يستمع الكلام فلا باس ان يقرا القران لكن ليس عليه الفتوى المعتمد هو ما ذكره صاحب الاختيار اللي هو الكراهه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد والامام على المنبر فلا صلاه ولا كلام حتى يفرغ الامام هذا هو معتمد مذهب أبي حنيفة وهو مروي عن علي وابن عباس وابن عمر وسعيد ابن المسيب رضي الله عنهم فإنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام نعم نعم في الجمعة كل الناس ليس كل الناس لكن هناك من الناس من يرفع يعني عند غيرنا لا بأس يعني عند الشافعية خلاف الأولى رفع اليدين رفع اليدين خلاف الأولى فمن رفع يديه لا ننكر عليه ما دام المسألة قال بها بعض العلماء لا ننكر عليه أما نحن فلا نرفع أيدينا يعني لا نرتكب المكروه التحريمية موافقة لناس خاصة أننا غير ملزمين بهذا واضح؟ يعني مثلا لو أنك إمام في بلد ملتزم في مذهب معين ويلزمون الإمام بتطبيق هذا المذهب وإذا طبقته سترتكب مكروها تحريميا مثلا أنت في بلد شافعي يلزمونك بالجهر بالبسملة أو بالإقامة الإقامة الشافعية المعروفة صلاة العيد ستكون عندهم سبعة وخمسة بعد تكبيرة الإحرام تكبيرة الرفع تكبيرات الزوائد سيكون آمين بالجهر فمثل هذه يعني في مثل هذه الحالة لأجل قضاء القاضي أو اختيار الحاكم هذا المذهب يكون رافعا للخلاف فتكون أنت ملزما بتطبيق هذا فتزول عنك الكراهة واضح؟ أما إذا لم يكن هناك مذهب ملزم به فولست إماما تخالف مثلا قوانين الأوقاف إذا ألزمت بمذهب فلا عليك أن تلتزم بمذهبك نعم بل هذا هو الأولى ولو شرع في النفل قبل خروجه وبالعكس هذا يكون سببا ل يعني ربما بعض الناس يتساءل فتبين لهم ان هناك مذاهب الصحابه كانوا يقولون بكذا وبعضهم يقول بكذا والامر واسع ما دام يعني ما دام الامر صادرا عن مجتهد مطلق وارث لعلوم الصحابه رضي الله عنهم. <applause> ولو شرع في النفل قبل خروجه سلم على ركعتين فان كان شرع في الشفع الثاني اتمه ولو كان شرع في الاربع قبل الجمعه اتمها، الان قبل ان يصعد الخطيب على المنبر انا شرعت في صلاه، هذه الصلاه اذا كانت السنه القبليه للجمعه وهي سنه مؤكده كما مر معنا وهي اربع ركعات كصلاه الظهر الا في شيء واحد وهو القراءة للصورة أو لثلاث آيات بعد الفاتحة في الركعتين الأخريين إن كنت شرعت في سنة الجمعة القبلية وهي أربع ركعات تتمها تتمها لأنها صلاة واحدة قريبة من الفرض نعم سنة مؤكدة أما النافلة أنا شرعت في أربع ركعات نافلة عندنا عندنا كل ركعتين من النفل كل شفع من النفل صلاة بذاته أليس كذلك؟ فأنا نويت أن أصلي أربعة أربع ركعات جلست الجلسة الأولى قعدة الأولى في العالمين إنك حميد مجيد ثم قمت لآتي بركعتين أخريين سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعال جدك لا إله غيرك بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم يعني رك أنا أصلي ركعتين جديدتين واضح؟ الآن أنا في الركعتين الأوليين قبل أن أقعد مجرد أن قعدت القعدة الأولى في, الركع في الصلاة الرباعية أنا أريد أن أتنفل بركعات خرج الإمام على المنبر ماذا أفعل؟ أسلم على رأس الركعتين ولا أتمها أربعا واضح؟ لو شرع في النفل قبل خروجه سلم على ركعتين فإن كان شرع في الشفع الثاني أتمه إذا كان قام للإتيان بالشفع الثاني في الصلاة الرباعية يتمه ويخفف طبعا ولو كان شرع في الأربع قبل الجمعة تم قال فإذا أذن الأذان الأول يعني أذن المؤذن الأذان الأول توجه إلى الجمعة وجوبا أو فرضا نعم لقوله تعالى فاسعوا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ها فاسعوا هذا امر آه لفرض امر للتوجه الى صلاه مفروضه فعندنا بمجرد ان اذن الاذان الاول اذن المؤذن الاذان الاول يحرم الاشتغال بغير السعي يعني انا الان مشغول مجرد ان اذن الاذان <applause> أسعى إلى الصلاة وإن لم أكن متوضئا أسعى للوضوء وإلا وإن احتجت إلى قضاء حاجة أذهب إلى قضاء حاجة وأتوضأ هذه الأمور التي هي من لوازم الصلاة لا تعد خلاف السعي فلا يحرم فعلها أما أن أشتغل بأمر غير السعي فهذا حرام فهذا حرام إذا وإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يديه الأذان الثاني م? بعد الأذان الأول يقومون يصلون السنة أربع ركعات السنة القبلية للجمعة وهي سنة مؤكدة ثم يصعد الإمام المنبرة ويجلس عند الحنفية لا يسلم لأنهم ممنوعون من الكلام لا يسلم عليهم لكن عند الشافعية التسليم مستحب ولو لم يسلم في بلادنا يعني ربما ينتقدوا انتقادا شديدا لماذا لا تسلم علينا صحيح نعم لكن في بلاد انتشر فيها المذهب الحنفي فيطبق هذا لا يوجد سلام من قبل الخطيب لا يسلم على الناس ياتي ويجلس لانه سيقول مجرد ان خرج حرم عليهم الكلام فكيف يقول لهم السلام عليكم ورحمه الله ليقولوا له عليكم السلام ورحمه الله وبركاته صحيح فلا يسلم عليهم الإمام ويقوم المؤذن هنا كان مؤذنون يعني في بعض المساجد مثلا في الشام يقوم مجموعة من المؤذنين ربما لرفع الصوت مثلا إذا كان المسجد كبيرا ولا يس يسمعهم إماما مؤذن واحد لا يسمعهم فربما يحتاجون لأكثر من مؤذن قال وهو الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر هذا الاذان اللي الان الثاني عندنا هذا كان في زمان ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فلما كان زمن عثمان رضي الله عنه وكثر الناس وتباعدت المنازل زاد مؤذنا اخر يؤذن <applause> قبل جلوسه على المنبر فاذا جلس اذن الاذان الثاني فاذا نزل اقام نعم وهي عندكم الحديث عن الس بن يزيد رضي الله عنه قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فهذا الأذان اللي كان في زمان النبي عليه الصلاة والسلام الذي يؤذنه المؤذن بعد صعود النبي عليه الصلاة والسلام المنبر، يعني نحن نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس صلى السنة القبلية للجمعة ثم صعد على المنبر، وكان يصليها في البيت. كان يصلي كعامة السنن كان يصليها صلى الله عليه وسلم في البيت فيصلي ثم يخرج على المنبر ثم يؤذن المؤذن هكذا كان الأمر في زمان النبي عليه الصلاة والسلام كان شوق ورغبة ثم بعد ذلك في زمن سيدنا عثمان يعني ضعفت بعض الهمم فصار الناس يتأخرون عن صلاة الجمعة ويأتون من أشغالهم ويكونون قد أصابهم العرق فيعني تخرج هكذا روائح فأمر مؤذنا يؤذن كما قال هنا فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء النداء الثالث اللي هو أول واحد النداء الثاني الذي هو بعدما يصعد المنبر النداء الثالث الذي هو الخطبة يعني عفوا الذي هو الإقامة الإقامة فزاد هذا يعني ممكن يكون قبل بساعة قبل الأذان بساعة حتى يتذكر الناس ان اليوم هو يوم الجمعه فارجعوا الى بيوتكم وطبقوا سنه الغسل واتوا الى الجمعه مغتسلين متطيبين مت... وهكذا قال فاذا جلس الخطيب اذن المؤذن الاذان الثاني فاذا نزل عن المنبر اقام المؤذن فالثاني هو المعتبر في وجوب السعي وترك البيع هذا قول روايه وقيل الاصح انه الاول اذا وقع بعد الزوال لاطلاق قوله تعالى اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه وهذا هو المعتمد، ما هو المعتمد في وجوب السعي الاذان الاول اذا وقع أه بعد الزوال نعم وهو اختيار شمس الائمه نعم طيب فاذا اتم الخطبه اقاموا نعم والله اعلم طيب من عنده سؤال فيما يتعلق بصلاه الجمعه تفضل اذا نسي ان يصلي صلاه الفجر وتذكر في الخطبه وجب عليه ان يقوم ويقضي الفجر لانها صاحبه ترتيب لوجوب الترتيب ولا تصح جمعته إذا تذكر ولم يقض الظهر، لم يقضي الفجر. لو نسي الفجر وصلى الجمعة وبعد الجمعة تذكر أنه لم يصلي الفجر فلا قضاء عليه وتصح جمعته، صح؟ لأن من الأعذار التي الأعذار الثلاثة التي يسقط بها الترتيب النسيان، صحيح؟ وضيق الوقت وكثرة الصلاة. كيف؟ حتى لو صلاة الظهر لا أثناء الصلاة لا الآن هو يتكلم أثناء الخطبة أثناء الخطبة لا ما تكفي هل تجزئ الضحى التي هي سنة عن صلاة الفجر التي هي فريضة لا تكفي واضح لا تكفي أبداً لم يقل أحد من المسلمين بهذا. طيب باب صلاة العيدين قال وتجب صلاة العيدين عيد الأضحى وعيد الفطر وتجب على من يجب عليه صلاة الجمعة من الذي تجب عليه صلاة الجمعة؟ نعم بالغ عاقل حر ذكر صحيح قادر يعني صحيح مقيم ليس مسافرا ستة أما الوجوب فلقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون قالوا المراد صلاة العيد ولقوله عز وجل فصل لربك وانحر قيل المراد به صلاة عيد النحر فتجب بالأمر طيب ولمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة العيد لا فواظب النبي عليه الصلاة والسلام عليها ولقضائه إياها نعم صلاة العيد مثلا كما سيأتي معنا حديث أنه صاموا يوما وجاء إنسان متأخر بعد الزوال وأخبر أنه رأى هلال شوال فأمر الناس بالفطر وقضاها في اليوم التالي صلاة الفطر فقضاؤه اياها دليل على ماذا؟ على الوجوب وكل ذلك دليل للوجوب وقيل انها سنه لكنها من سنن الهدى التي من تركها ضلَّه ولو انكم تركتم سنه نبيكم لضللتم لكن المعتمد والفتوى على ماذا؟ والاول اصح هو روايه عن ابي حنيفه انها واجبه وصححها صاحب الهدايه والمختار و غيرهما وقوله قول محمد في الجامع الصغير عن ابي حنيفه طبعا عيدان اجتمعا في يوم الاول سنه والثاني فريضه معناه وجب بالسنه لان قوله ولا يترك واحد منهما دليل الوجوب الان جاء في الجامع الصغير لمن الجامع الصغير كتاب الجامع الصغير لمن من مؤلفه من مؤلفه لم تسمعوا به من قبل غريب ها محمد بن الحسن هذا من كتب ظاهر رواية هذا من كتب ظاهر الرواية ينقل فيه أقوال أبي حنيفة وأقواله قوال أبي يوسف نعم فهنا ينقل في هذا الكتاب عن أبي حنيفة محمد يروي عن يعقوب أبي يوسف عن أبي حنيفة قال عيدان اجتمعا في يوم واحد يعني يوم جمعه وافق يوم عيد فالاول سنه اللي هو يوم العيد والثاني والاخر فريضه لا يترك واحد منهما قال هنا سنه يعني ثبت بالسنه ثبت بالسنه وقوله ولا يترك واحد منهما دليل الوجوب الان هنا مساله يعني احيانا تحصل ويحدث فيها لغط من بعض ال الغير الملتزمين بالمذاهب الذين يدعون انهم ينتسبون الى السلف الصالح ويلتزمون بمذاهبهم ولم يصل اصلا الينا من مذاهب السلف الا مذاهب الائمه الاربعه فكونك تدعي انك سلفي في المنهج ولا تسير على طريق من هذه الطرق الاربعه فدعواك يكذبها الواقع دعواك يكذبها الواقع لان السلف في المسائل العملية اختلفوا اختلافات كثيرة وعندك كتاب مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وكتب الآثار وكتاب سنن الترمذي وستجد فيه اختلافات كثيرة بين السلف فأي سلف, فأي سلف تتبع من هم السلف الذين تتبعهم هم يتبعون أناسا معاصرين ليسوا أهلا للاجتهاد حتى اجتهاد الفتوى فضلا عن اجتهاد في المذهب فضلا عن اجتهاد المطلق ويسمون انفسهم السلف كيف المعتزله مثلا سموا انفسهم اهل التوحيد والعدل والتوحيد هو نفي صفات المعاني والعدل هو ايجاب اثابه المطيعين وعقوبه العاصين يوجبون ذلك على الله سبحانه وتعالى عقلا فالتسمي بالاسماء الخوارج كانوا يقولون ان الحكم الا لله وكفروا الصحابه رضي الله عنهم فهؤلاء يقولون نحن اتباع السلف طب ابو حنيفه من السلف وهو وارث مدرسه كامله يعني المدرسه هي الاكبر للسلف لان الصحابه حينما ذهب سيدنا علي رضي الله عنه نقل دار الخلافه الى الكوفه صار اكثر الصحابه الكبار في الكوفه صار اهل شورى اليس كذلك؟ نعم وعن هذا نشا المذهب الحنفي علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما هما مؤسسا المذهب الحنفي وباقي الصحابه اكثر من الف صحابي دخل الكوفه نعم كليه الفقه الحنفي